فيك لما كرة قدم؟ بو شوف بوبو، أنا ما نخلقك جاب بطلع فيلمي. أوكي ليش هاي المترعة؟ أوف أوه شبي هذا جاسم. إيش تبي؟ كلام ماي كرة قدم. بوبو أنا كبرك، شوفني كبرك. روح يلا بعدين. ها حسين ايش تبي؟ ما عاد يركب معك السيارة، ما حد يخليني ألعب معاهم. اوه بوبو مو فاضي لك بسوق السيارة انا بدوس. ها والله راح اعلمكم، راح اسوي نفسي ضايع وراح اخليكم تبكون. شنو هذا؟ يلا نلعب. الله لقيت من يلعب معي. شباب شفتوا بوبو؟ لا دورته بكل مكان ما لقيته، شكله ضاع. شنو؟ اي تعالوا خلينا ندوره بسرعه. نعم شفيكم بوبو ضايع. لا تخشبر عدول، شفيك ترى صج بوبو. يلا يلا ولا يلا ليش لعبت هذه البنت؟ ربيت عليه كل شيء وضعت صج، الحين شو اسوي؟ شلون ارجع؟ اوف بوبو ما لقى يضيع الا بالظلمه، شلون نلقاه؟ شوف انا عندي فكره، انا اجيب كلبي بلاك ويحاول يشم بوبو. ايه وانا اجيب كلبي تشينكو عشان نلقاه. وانا اجيب كلبي الديانه عشان نلقاه. خوش فكره، يلا امشوا. يلا انا راح اخلي بلاك يصيد بوبو، لان بلاك يحب بوبو ويعرف ريحته فاكيد يقدر يصيده. بوبو لقيناه. انت وينك؟ الحمد لله. اسف كان بسوي عليكم مغلب اني اضيع بالضحك صدق، اسف مره ثانيه ما راح اسوي كذي. الحين عادي نلعب معي كره. ايه نلعب وياك. شلونكم؟ شخباركم؟ شلونكم بخير؟ اليوم يعني بفلوج جديد، بس قبل لا أقول لكم شنو سالفة البلوج، طبعاً اليوم يعني أنا عندي خبر مو حلو. زين أنتم متعودين علينا كلنا مستانسين وعلى طول أخبار حلوة وعلى طول أقول لكم أشياء حلوة، بس تدرون يعني مرات الناس يعني صار لهم ظروف، العوائل صار لهم ظروف، الأم والأبو صار لهم يعني صار لهم ظروف. زين فإحنا للأسف يعني صار لنا ظرف قاهر وخلى هالشيء يعني هالظرف هذا خلى عدنان يسافر، ويعني انتم الحين قناة ما راح يكون فيها عدنان خلاص. تقريبا راح تشوفون وايد اشياء تتغير، راح تشوفون التصوير يتغير، المونتاج يتغير، اكيد مكانه راح يبين. فانا قلت اقول لكم الحين قبل لا يعني راح تشوفون في فيديوهات ترى عدنان مو موجود اوريدي، بس وقاعد يسألون الناس وين عدنان وين عدنان وين أبوكم، فقلت أنا لازم أطلع أقول إنه يعني عدنان وينه وكذي وشنو صاير. طبعا إن شاء الله بعدين تعرفون شنو صاير، بس يعني كل شيء بوقته حلو، عارف شنو قصدي؟ يعني ما نقدر كل شيء نقوله نفس الوقت، بس الأكيد إن أنتوا ويانا وأنتوا عائلتنا الثانية وإحنا نكبر وياكم وأي شيء يصير لنا الحلوة والمرة وياكم. انزين فعشان كذي انا قلت لازم اقول لكم احنا شنو فينا، شنو قاعد يصير فينا. اكيد ان شاء الله ان شاء الله يعني ما ندري شنو المستقبل فيه، بس الاكيد ان انتم لازم تكونوا ويانا. بس قبل لا اكمل لكم الفلوج لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب. والحين احنا وايد مضايقين، فقلنا شوي نغير جو، نروح مثلا على البحر، اوديهم شوي يلعبون قواري، راح اصور لكم
خليهم شوي يمشون بلاك. عادل انت بتمشي بلاك شوية؟ ها؟ يمشي بلاك شوية يعني يحتاج شوي مثل بلاك ولونا ما نقدر واحد منهم نطلعه لأن اسم اللي عليهم اثنيناتهم شياطين. روان شو تقولين بلاك ولا لونا؟ لا بلاك. تبين بلاك بعد؟ ايه اليوم بلاك أحلى واحد. بلاك أحلى واحد؟ انزين فاليوم بلاك راح يكون ويانا راح تشوفوا فلوقنا على البحر. كمل الفيديو تابعوا الفلوق كله ولا تنسون في هدية بنص الفيديو إن شاء الله. أنا مو ناسي الهدية متابعينا يستاهلون نكمل سالفة الهدايا فحتى لو إحنا مضايقين إحنا بنونسكم فكملوا الفلوق كله عشان تعرفون وين في الهدية وشنو الهدية. حنون صوري شو اسمه قاري فرحة الجديد هذا اللي راح تسوقه حق البحر. فرح مال منو هذا بايسكل؟ مال الله الله شفتي حلو. يلا تمسكينا حق البحر. يلا بنودي الحين بنوريكم بعد دواري بوبو وعادل. يلا يلا يلا. اوه هذا قاري هديه ترى. اوه عيد عادل شوف. يلا يروح حق حنون. 2 3 go. ايوه حنان الله. يلا كاب بلاك بلاك يلا يلا بلاك بلاك كم بلاك الله. يلا سيت داون شاف الريبلاك جود بوي. بيتمشي ما في صبر. ها ساعدي فوق هناك. يلا ساعدي فوق. ستوب ستوب. يلا قطوة ما جاب قطوة. حنان مسكي وياها. ما ها بروح لهني يعني. زين فرح بروحها عاد بوبو. فرح قاعدة ويا بيبي ثاني. روحوا شوفوا فرحة وينها. ها بنط هي تبنط. ايه يلا بسم الله 1 2 1. ايوه ماما هذي شي جوتي بعد هذي لازم تشيله تحطه مني. اوكي يلا يلا شيله. بارد الارض. يلا باركور. ها شنو قاعد تسوي؟ ايه هذا باركور. هذا باركور بعد انا اسوي. يلا سوي باركور. ما يصير اني وايد اقدر سهل. يلا سو. يلا انت على كل واحد على طوله. يلا سو. ايوه بعد قصر. ماما اقول انا صار وسمي وفاصل بليز انا ماما عادي. اخيرا قدرت. اخيرا قدرت صح. خليك خليك طبعا من فرح خايفة من عادل. الله أشوفك. شوفيني فرح شوفيني حلو وناسة.
بلاك شنو سوى لما شاف القطوة؟ اوف والله نقز ما قدرتوا عليه صح؟ تعبني صراحة والله. كل مرة ابوي يعني عرفت ابوي ايش قاعد يسوي. اوكي. قاعد شو يسوي؟ قاعد يلحس ريولي. زين؟ اوكي كل مرة ابوي هو اللي يمسك ريولي الحين. انت قاعد تعوريني. اوكي شوف امي ريولي شلخها. اشوف؟ داس عليه. اي امبي. كل هذا من القطوة؟ لأنه شفت روان خلاص يبي يسحب روان ولا اسحبه وياه ولا يدوس على ريولي. ويا تشمخ. يلا ما يخالف بعد شو تسوون لازم تتعودون الحين شو مكان قاعد؟ أول مرة نجيب البحر. ايه عشان كذي وايد متشتت توه شاف كلب هناك يصرخ صرخ صرخ. انا بعد ما صورته وقت يصرخ ما بيخرع الناس والله. ايش في هذا اباي مو طبيعي. اذا حس في قطوه او شيء خلاص على طول يقوم عرفتوا؟ شوفوا يراقب يعني يحب اليهال يحب اليهال بس اباي. لا لا بليز لحس سماعتي وتليفوني كل شيء. سوى بال على ريل روان. السلام عليكم. والحين يا وقت السحب. منو سعيد الحظ اللي فاز باللابتوب؟ هذا اللابتوب كان في فيديو يوم سوينا بيت ولادة توتي. اللي ما شاف الفيديو يروح يشوفه، وايد حلو الفيديو. تانسنا وايد احنا نسوي بيت توتي، بس للأسف توتي ولدت وهقتنا. خلصنا البيت واليهال داخل. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. منو سعيد الحظ؟ سوي كل الشروط. يقين كاتب نحبكم كل شيء هواي، مو حاط هاشتاق نحب عائلة عدنان. شفت شلون يا يقين؟ يلا مرة ثانية. اثنين ثلاث. هذا بعد مو حاط حسابي لبرادر، انت مو حاط. يلا بعد مرة. 1 2 3. أيوة مبروك زيد سمرين. زين وحاط انستغرامه زيد سمرين وكاتب أحبكم وحاط هاشتاق نحب عائلة عدنان. مبروك عليك اللابتوب. ضروري تكلمنا دايركت انستغرام. تكلمني على انستغرامي بشاير اندرسكور أوفيشل. ها ترى أحد محارب؟ ايه. ها مرة ثانية كلب هني وصار عندنا لوية. ماما ماما شفتي هذا؟ ما يخاف إلا من المدرب ومن أبوه. ابوي اقول شنو؟ اذا حلقيله يشد يشد. صح بس بابا يعرف له. انا ان شاء الله اول ما يرد اواجهه. انا اعرف له شنو؟ عرفتي؟ اي اقول ووو صرت اعرف له عرفتي؟ انا الحين اوريك شنو اعرف له؟ ملاكي ليش تحت؟ ليش تحت؟ لا ها ماما شوفي شوفي لا 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 ها تقدر له؟ ايه معليش. يلا تدري بابا. اوه ست ست شاطر. دولا داون 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 يلا موت ها يلا موت ها مشكلة حتى ماما يعني فاهمة وكذي. لا يعني شوفي حنان جاية بتعدي الموضوع. لا لا انا تفلس ان انا ما يعني ماما انا اللي مسويت من اول شيء. ماما بوريك اسنانه. توريني اسنانه؟ ايه اسنانه قوية صارت حادة. ها؟ صارت حادة. اشوانا حاطينها بالبايب؟ لأنه حاطينا بالفايب. تدرون ليش؟ عشان إذا شاف قطبة ولا شيء الفايب يمسكه. وهو يحنك يمسكه. اي بس انتو بروحكم يعني لويا فالفايب هو ها ها شافها شافها. شوفوا شد شوفوا يعصب يعصب. هذه القطوة مو راضية توقف. هتروح ايه؟
معصب معصب معصب. تت بلاك بلاك نو نو نو. تت بس يلا بس خلاص. الحين وصلنا حق هدية فيديو اليوم. اشتي الهدية راح تكون ان شاء الله ايفون 13. ايفون 13؟ انا راح اشارك. انت راح تشارك بعد ايميلك بعد. اي انت اوكي شاركوا. شلون راح تشاركون هالمرة؟ شوية في شيء غير. راح تكتبون نحب اندرسكور عائلة اندرسكور بشاير. راح يعني احاول اكتبه، اذا ما عرفت اكتبه بالفيديو عادي راح اكتب لكم اياه تحت بالكومنتات. راح تشوفون شلون طريقة الهاشتاج. اكتب نحب هاشتاج هاشتاج عائلة بشاير. ايه؟ هاشتاج ونحط اليمين. لا ما لكم شغل في عدد. تحطون هاشتاج بعدين نحب اندرسكور عائلة اندرسكور بشاير. ماما ايه؟ ماما هاشتاج بعدين حب بعدين هاشتاج بعدين عائلة بعدين هاشتاج. انزين ولازم تكون العلامة باللون الأزرق وتحتها تحطون إيميلكم أو إنستغرامكم عشان أتأكد إن أنتم اللي فايزين نتواصل مع بعض. وإن شاء الله إن شاء الله يعني ودي كلكم تفوزون في كل فيديو، كل واحد فيكم يفوز. المرة اللي طافت فازت ريماس باسم من السعودية وشحنا لها التليفون وخذته. فرح يلا نروح بيت. لا نبي نروح بيت. لا يلا لا. يلا عادل عنده باكر امتحان عربي. لا باكر عنده سكول. شوفي يلا نروح بيت. شوفي شفت الله.